بعد عام ونصف من الحرب، ما زال المجتمع الدولي يطالب بحكومة توافقية جديدة لإعادة تشكيل دولة نواتها الميليشيا. سيناريوهات كثيرة يتأرجح على أعتابها بلد أنهكه الصراع منذ الانقلاب وانهيار الدولة. عام ونصف من الحرب، لم يستطع الحوثيون الإجابة على السؤال الأكبر: ماذا بعد الحرب؟ فمضوا في معاركهم باتجاه المجهول المميت، ليس لهم إلا الإفراط في القتل ونهب موارد الدولة كمن يعيش لحظاته الأخيرة. قصة سقوط الدولة في اليمن من أكثر القصص غموضاً في التاريخ الحديث. جماعة قدمت من شمال الشمال لتسيطر على الوسط وتتوه في الأطراف، فكيف تحول الوافدون إلى حكام غير شرعيين؟ يمضي مسلسل الانقضاض على الدولة من الحوار إلى وأد العمل السياسي، ثم إلى العمل العسكري الذي توقفت معه حركة الحياة في عموم البلاد. لقد خلف الانقسام الذي أعقب ثورة 11 من فبراير حكومة توافقية معطلة تآكلت معها شرعية الرئاسة والبرلمان. كانت مؤشرات انهيار الدولة الوشيك تظهر ملامحه، خصوصا بعد إضعاف النواة الصلبة للثورة. ما حدث بعد ذلك من تجريف سياسي أعقب المبادرة الخليجية أتاح للحوثيين إملاء الفراغ والسيطرة على زمام الأحداث بعد ذلك، لكنهم ذهبوا بعيدا في أطماعهم وتحالفوا مع عدوهم اللدود المخلوع صالح، وأصبح شريكين جمعتهما شهوة الانتقام وتحالف الثورة المضادة لسبتمبر وفبراير. بدأت مصادمات الحوثيين منذ بدء مؤتمر الحوار مع أمال الشعب ومصالحه، وسرعان ما وئدت مخرجاته قبل أن تولد، وتم نقضها في اتفاقية السلم بعد سقوط صنعاء لتلتهم الجماعة المسلحة كل أدوات العمل السياسي. فرض الحوثيون شروط المنتصر في اتفاق السلم والشراكة، ثم ما لبث أن نقضوها حين توسعت أطماعهم لما هو أبعد من ذلك. عام ونصف من الحرب والحوار معا، تعب اليمنيون خلالها كثيرا، وتعبت آمالهم بانتصار أي منهما وحسم المعركة. يتساءل المراقبون: ما هي السيناريوهات المحتملة لبلد لم يخرج من أتون الحرب بعد؟ وما هي الوصفة التي بإمكانها إيجاد نهاية للنفق المظلم التي سقطت فيها البلاد وأحلام التغيير؟ تكثر الأسئلة وتتلاشى الإجابات نتيجة فقدان البوصلة وانحسار الدولة وانزلاقها في رحلة تيه جديدة لا تعرف نهايتها، ولا يرى فيها اللاعبون الدوليون غير أهدافهم التي لم تكن يوما تصب في مصلحة شعب تاق للتغيير وعوقب كثيرا على ذلك.